السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مقطع جديد وأشكركم جزيل الشكر على التفاعل اللي جالس يصير بالقناة، الله يحفظكم جميعا. طبعا بمناسبة التفاعل اللي صاير بالقناة، جائزة وقدرها 500,000. هذه الجائزة شباب راح تحصلوها عن طريق أن تدخلون الرومات الصوتية، كذلك أكثر شخص يكتب تعليقات بهذا المقطع ويكتب بالتعليق الايدي الخاص فيه داخل السيرفر راح يتمسح بالايدي، ثم نعطيه الفلوس بشكل كامل. فلذلك يا شباب الآن بتشوفون الجانب الآخر من سيرفر وناس تايم. طبعا اكثر اللاعبين الان ما يعرفون شنو الجانب الاخر. الجانب الاخر يا شباب اللي هو خلف الكواليس الاربيات والسيناريوهات اللي جالس يصير بالسيرفر، اللي هي الاداره باختصار. طبعا حنا حاليا برتبه سبورت، قريبا ان شاء الله نصير اداره، يعني اداره عليا اداره وسطى الى اخره، واشوفكم شلون راح نصك. لكن الان بنشوفكم الجزء البسيط من اللي جالس يصير خلف الكواليس داخل السيرفر. طبعا الان مهمتنا راح تكون كالاتي: نقبل ريبورتات، نساعد اللاعبين بشكل كامل، نحاول نوصل المساعده الكامله له، ونفهم اللاعبين على الشيء الصحيح ونمنعهم على الشيء الغلط، ونضبط الامور والى اخره. يعني فالصراحه المهمه يعني جدا صعبه، مو اي شخص يقدر يستقبلها. لذلك لازم تكون انت عندك اسلوب، ويكون عندك صبر، ويكون عندك شغف حول هذا الموضوع، كذلك يكون عندك همه وعزيمه. فلذلك تشوفون انتم اول ما واحد يدخل الاداره راح فتره وجيزه، يعني هو فتره قصيره جدا ينطرد على طول. فلذلك حنا الان شو نسوي؟ نشغل خانه الاداره او خانه الريبورتات، نشرب مي قبل نموت. ممتاز. الان مثل ما تشوفون يا شباب هذه خانة الريبورتات. شنو فائدتها؟ فائدتها اللاعب من يضغط اف واحد طلب مساعدة، سؤال عام، يكتب هنا المشكلة ويرسل التقرير، راح يجي التقرير هنا. تمام، فاحنا واجبنا نقبل الريبورت بشكل كامل ونوفر له المساعدة، من ثم في حال مثلا الشخص كان عنده صك على طول نروح للديسكورد الادارة ناخذ الدليل عن طريق الديسكورد يرسله هناك، من ثم نحوله للروم الموجود داخل ديسكورد الادارة. الصراحة هذه الشغلة جدا جدا معقدة. اوكي، جانا الريبورت نقبله مثل ما تشوفون، نكتب له تم قبول الريبورت من قبل علمدار، حياك الله، نكتب له تفضل شنو المشكلة. طبعا نقدر باي طريقه نقرا الريبورت. الكلبشه مقلتشه، تمام. شو نقول له؟ نقول له فك كلبشه بشات الاداره، راح يكتب لي جو. شوف فك له جو 10-94، جو تو 10-94. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. الهم قلتشه؟ كيف الحال؟ والله طيبين نحمد الله. تمام، تعرف تسوي ار بي؟ انتر. تمام، بعدها نرجع نكتب ST كلبشة، نكتب RB ناجح فك كلبشة ID 3 لا ID 2-3-1-5-3، راح يفك الكلبشة. شوفوا شلون راح يفك، مثل ما تشوفون يا شباب فكوا الكلبشة. يلا بالتوفيق يا صاحبي. العفو. يلا مع السلامة. الحين مثل ما تشوفون نكتب له، اهم شيء لازم تكتب له شيء ثاني، لازم تتاكد انه عنده شيء ثاني ولا لا، مو على طول تقفل بوجهه ولازم بعد 15 دقيقه يفتح ريبورت، عرفتوا؟ انا اكتب له اي شيء تحتاجه راسن ديسكورد، اكتب له CR 33، قفل الريبورت. مثل ما تشوفون يا شباب الحين كملنا اول ريبورت داخل السيرفر. تمام، اوكي شباب نجهز الريبورت 36، ريبورت رقم 35 تو مستلمه. اوكي جاء، مثل ما تشوفون حط انتر على طول. تفضل حياك الله. نقرأ الريبورت وش مكتوب؟ 3-6. اوكي ما كاتب شيء، اكتب له R او اكتب المشكلة. تمام، الحين نشوف المشكلة. دراجة مقلتشة اعملها ريسبان. تمام، نكتب له ID. خلينا نكتب الادمن يذهب الى ID 7985 دراجته مقلتشة. اوكي اكتب لي دان، خلنا اكتب له شيء ثاني. طبعا الاداره الان راحت له، تمام، بتشوف المشكله وتحلها اياه وتقفل، اكتب لي لا شكرا. فالحين نقفل 3-6، ممتاز. فالصراحه الشغله جدا جدا جميله، تمام، لكن يحتاج لها صبر ويحتاج لها شخص فاهم هذا الشيء اللي البسيط يعني. اوكي 3-9،
طبعا في ليميت محدد حتى توصل للترقيه اللي بعدها. تمام، مثلا عندك ريبورت 800 ريبورت تجيك ترقيه معينه، 1200 ريبورت تجيك ترقيه معينه، عرفتوا؟ لكن الان نظام الترقيات صراحه جدا جدا بسيطه يعني، وخصوصا هذه الدفعه. اما الدفعه الجايه احتمال يغيروها، لكن بالنسبه لي الصراحه انا ادور مساعده اللاعبين، خصوصا انه اساعدكم انتم لما تفتحون ريبورت، والاداره بعد ما تقصر معكم لما تفتحون ريبورت وتطلبون شيء او استفسار او هذه على طول تساعدكم. اول ما يجي 39 على طول انا وافق. ممتاز، ننتقل. قبل ان ننتقل نكتب شخص عالق قلتش اكتب يقو مدري شو 27281. حلو، ممتاز، هذا هو عالق. فلذلك احنا وش نسوي؟ لا، السلام عليكم، تسمعني؟ ننقل مركز المدينة، ننسخ الاي دي. ممتاز، نقلناه كذا. لازم نتأكد من عنده انه هو كل شي ما يريد، ونقفل الريبورت. ثاني يا حبيبي، ممتاز، انا ريبورت الحين. نكتب له تفضل عزيزي. شوفوا مبدئيا اذا في مشكله لازم نحلها، تمام؟ اذا ما في مشكله لازم نحلها لازم نحلها بكل الطرق يا شباب. هنقرا الريبورت 8-3. اكتب لي تعال واكتب مشكلتك. حب لو قفلت اللعبة عضوية تحسبت؟ اها، يقصد يعني اذا قفل اللعبة اكيد تنحسب على ايام محددة. اكتب لها هي على ايام محددة يعني، او وقت محدد يخلص الوقت تروح العضوية. جميع الأضويات باستثناء الرتب الإداري. شيء آخر؟ خلاص، هذا حلينا مشكلته. أوكي، جان ريبورت 86، نقبله. نكتب له تفضل، نقل ريبورت كلبشينا. حلو، لازم نروح ننتقل. انتقال للاعب مكلبش، نطلب الاذن اول شيء، بعدين ننتقل له. 3-8-3-8-7. يا حبيبي، يا الغالي، يا الامير، سلامات. بنص المدينة تخطفه، ما ينفع. اجل حنا خارج المدينة، حنا داخل المدينة بدون تجاوز يا اسماعيل، بدون تجاوز. طيب الرهينة تاخذها من داخل البقالة، صح ولا لا؟ بس دقيقة. الرهينة تاخذها من داخل البقالة، صح ولا لا؟ اكيد صح. شفت كيف صح؟ من داخل. الحين انت من وين اخذته؟ طيب كمل سرقة هناك، ليش متوجه هنا؟ طيب فكه، اذا ما تنسرق فكه، دور هنا رهينة واخذه، ما تفرفر بيه الشارع كامل، عرفت؟ يلا بالتوفيق يا دب، خذ لك سمبوسة، مع السلامة. هذه المشاكل واردة يا عيال، لازم نحلها. طبعا احنا خلصنا اغلب الريبورتات الحين، فلذلك لا تنسى تضغط اللايك والاشتراك وتفعل زر التنبيهات، وحبيت اشوفكم ما وراء الكواليس داخل سيرفر وناسا تايم. طبعا الصراحة كل سبورت لازم يجيب ريبورتات معينة حتى يقدر تطور من الرتب اللي عنده، تمام؟ ان شاء الله وباذن الله تعالى بتشوفون ادمن ونصك المخالفين والمخربين بعد، وبشوفكم كيف نصكهم وكيف الانظمه والقوانين والى اخر بعد، تمام؟ بنوع على شغله اخيره قبل لا انهي المقطع. شوفون عندك هذا الروم سبورت، مخصص للناس اللي يحتاجون المساعده، عرفتوا؟ فحنا بعد بواجبنا لازم نساعدهم هنا بهذا الروم، تمام؟ وفي حال ان صرنا ادمنز نقدر نساعدهم داخل التيكتات. وبس، كان هذا مقطعنا لهذا اليوم، ونراكم في مقطع ثاني جديد. كان معكم اخوكم علمدار، في امان الله وحفظه ورعايته.